الخير. مساء الخير. مساء الخير. لاباس بيان. والماكلة تاع البارح كيفاش؟ ها؟ بيناتنا. بينات واش رايك البارح كي طيبت لك في الدار؟ مليحة ولا مش مليحة؟ قال لك البلدية تخدم ولاية تدي الشيعة. معليش يا خويا أنا ولا مرتي المهم يا خويا طيبنا وكلينا. مرحبا على سلامتكم، تحياتنا لكم كامل كيما راكم. القناة واحدة، الموعد واحد، كل مرة زوج متنافسين باش يربحوا 5 ملايين ولا ليليكتروميناجي مع أركوديم ميديا. إن شاء الله تكونوا ملاح ولاباس عليكم كما قال لكم عمار ويلفتوا أنهم يكونوا حاضرين معنا دايما. زوج عائلات متنافسين، كوبل منا وكوبل منا يتنافسوا على قضية نتاع دقيقة يقضوا فيه كلش، وعندهم ثاني 30 دقيقة للطياب. راح نتعرفوا على عائلة بعد الفاصل. أنا ومرتي هذا البرنامج اللي والفتوه وانتوما والفتونا وحنا والفناكم باش نجوزوا وقت شباب معاكم، سيرتو مع الضيوف اللي يكونوا حاضرين معانا ومن 58 ولاية. اليوم جونا وحدة أقصى الشرق وحدة أقصى الغرب، الولايات اللي حاضرين معنا اليوم، وبيان سير باش يربحوا شنو سميا نعاودوا لهم. نعاود نذكركم أنكم كي تجوا تشاركوا معنا وتطيبوا وتنجحوا وتكون ماكلتكم بنينة وعدة نقاط من بعد تعرفوا عليها مع الشيف، تربحوا هذا الصك البريدي ولا المبلغ اللي فيه 50,000 دينار جزائري، يعني 5 ملايين تربحوها، وبلوس على هذا تزيدوا تربحوا هدية كهرومنزلية من عند أركوديم ميديا اللي مدها لكم. سا ديبون واش تكون الهدية. سلام، ما نربحوش أنا 5 ملايين سنتيم؟ حبيت ندير نداء لإدارة الشروق 5 ملايين نطيب انا ومرتي نربح 5 ملايين. شكون المنافس؟ شكون المخرج؟ المخرج شكون؟ احمد بخليلي. مخرج البرنامج والزوجة. لا ما تخلينيش نبدا نهضر، شكون نبدا نهضر نجبد الاسم تاع التليفون تاع البارح، خلوني ساكت. هاي واحد دايرك تما بالعائلة. يلا نبداو بالعائلة اللي رايحة تكون معايا في الفريق البرتقالي. جاونا من بيتنا العزيزة حسام وسمية، مرحبا بكم. مرحبا حسام، تفضلوا. والله ما سمح في مرته وقعد شد لها الباب تاع بالك تغلق رح عليها ولا احنا موالفين اللي يجوا عندنا يغلق على مرته الباب يديروا هاك. ريبيه بعد يضرق يضرق. حبيبنا فتح الباب ودال هاك شاوي شاوي الحراره وليدي يا اخويا. الله يبارك ما شاء الله. مرحبا بك حسام، مرحبا بك سمية. الله يسلمك. الحشمه راهي دايره حاله بصح، راني حابه هذيك الحشمه تكون في الطياب وتعطونا قصه تاع الحب، كيفاش تزوجتوا كيفاش تعرفتوا، نعرفوا اسكو حسام يعاون ولا لا. لا حشام مقبله في الكوليس داخل عليا وباتنا وكذا وما بيش وشنو، ومن لحقت هنا حبست. ايه لا كافي يا عمر. حسام مرحبا بك، قلنا شحال في عمرك، شدي في حياتك، تعرفوا عليك شويه. حسام 35 سنة. الله يبارك. سائق. الله يبارك ما شاء الله. شوفير. تعاون في الكوزينة. واش علاقتك بالمطبخ؟ علاقتي بالمطبخ والله غير مين ذاك. أوامر الزوجة. أوامر للزوجة. حبست لي راسي على بالك. لا لا قصدي علاش علاش حبست لي راسي؟ دوري له. هي قالت لك ماشي واش علاقتك مع المرأة، قالت لك واش علاقتك مع المطبخ؟ شفت في مرتك ديريكت هكذا. تا زعما ما كلات بعيني انا مدارين طيب، ما كان لا قدام في التلفزيون تقول لهم بلي انا ما طيبش وكان. لا لا نطيب نطيب، انا حاجتي يا بنطيب كاين حوايج من حوايج. حوايج طيبه وحوايج. وشي هو الكوزينه نعاونها كيما نقولوا هكذا كي يكونوا عندها ضياف. كي تكون عندها ضياف. سيختو لعرضة العائلة تاعك. انا عمري بدا طالع رايح جاك، كش ما نزيد نجيب كش ما كذا. بيان سور افير يما في اللعب يما. انا يما كي تجينا بعد خطرات سبع خطرات يطلع في الدرج مياز نورمال. المهم حسام مادام واش راكي؟ لاباس الحمد لله. صحة لاباس الحمد لله. سمية ثاني كنتي واش راكي لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. واش كيف شكون اللي دار الانسكريبسيون باش يجي يشارك معنا؟ حسام. حسام والله تخيب يا ولدي. الحشمه انا هاي تخيب يا مرحبا بكم شرفتونا. سمية قاعده في الدار؟ ايه رابط بيه. الله يبارك. وقولي لي كيفاش يتشرط في الماكله؟ ما يتشرط؟ لا الحمد لله واش ندير. هاي الحمد لله خاطر ما يعاونش يزيد يتشرط. بزاف. تعرفت على العائله تاعي، روح نتعرف على العائله تاعك، شكون راهو معك في الفريق الازرق؟ من باتنا نروحوا ديريكت لواحد المنطقه بارده بزاف، مصح تنمو البرد تاعها، ناسها مضيافين ولا اروع. هذا يسموه احمد من البيض والزوجة تاعو. احمد السلام عليكم. الله يبارك. احمد وسعيد. احمد السلام عليكم. احمد تفضل مدام تفضلي. باغ كونت احمد غلق الباب على لا سعيده. لا 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 احمد كيفاش؟ عيطي لي تشو عمار مرحبا، عيطي لي احمد زعما. يا عمار احمد احمد تفضل. وراهو وراهو
وراهو وراهو. احمد كيفاش دخل؟ دخل معول خويا. واش راك خويا احمد؟ لا باس الحمد لله. صحه لاباس؟ والله لاباس بيان الحمد لله. جيتنا من البيض؟ البيض. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 30. شحال؟ 30. تما خمم خمم قبل ما آه الله يبارك. واش تخدم؟ قدم قطاع الصحه. الله يبارك. واش تخدم؟ واش تخدم في قطاع الصحه؟ عون الاداره. الله يبارك ربي يقدرك ان شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك. الور انت اللي درت الانسكريبسيون ولا الزوجه؟ انا. الله يبارك حبيت تشارك. وناكد لكم دقيقه دقيقه دقيقه. شوف معايا شوف معايا. جا لهنا وفي لا برودكسيون قال لهم انا نلعب مع عمار ودينوني في ليكيب تاع عمار. صح؟ لا. علاش؟ احكي لها احمد احكي لها احكي لها احكي لها. وليد تاعها. ايه؟ وليد تاعها انا عارفه. كيفاش؟ عيط عيط شي احمد. نيتي فرحت ليه. ليجي؟ نية نية. الوالد تاعو يبغي الوالد تاعو. آه. ما الوالد ماشي انا. تحية لبابا في الغيبية مسكين ماشي معروف صح انا عرفت الاسم تاعو. السلام عليكم. اه واش ديروا؟ بصح نعطيك معلومة. باللي والش فريق كله راهو شاهد الى عاملي كاميرا من كاميرا مقابلينك باللي اللي يجي معايا انا دائما هو اللي يربح. عمار دائما خاسر. معليش بصحتك وجهك خير. سمية انت كي جيتي واش قلتي لهم؟ بغيت نكون معاها سمية. احمد با 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 شوفي يا مليح شوفي يا مليح. الى عاونتكم وانا جيت من جهتكم سعيده سمحي لي. ما نهضرت عليه سعيده راجلك جابها. انا خاطيني. تفضلي واش راكي؟ صافا لاباس الحمد لله. الصحه لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. واش ديري في حياتك؟ استاذ بريمار. ما شاء الله ما شاء الله. عباك يقول لك باللي الاستاذه تاع البريمار هو يشوفوها سهله الور كو نو هي الصعيبه الواعره باسكو تقريهم كلش عربية رياضية تربية إسلامية من فرنسي شغل كلش كلش يقري صح يقروا ثاني فرنسي وهي الأستاذة الوحيدة اللي نشفاو عليها تشفى لها أستاذة تاعك باينة جاماسي ربي يحفظها فلسطينية ربي يطول في عمرها ألور أختي سعيدة شكون جا معاكم اليوم؟ جات جوزتي الله يبارك الحاجة الله يبارك هي اللي راح تدوق حاجة رشيدة تحيتنا لك والله غير راح نسمح له غير على جالك يا عمار نقول له الله يسترك انا بدون ما نشوف راني نشوفها في التلفزيون ندعي له بدون ما نشوفوش راح نسمح له غير على جالك ها يا روح ريقلي انا معاك اليوم روح مرحبا بها سمية شكون جبتوا معاكم؟ جبت معي اختي اختك واسمها؟ مريم 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 تحيتنا لك شوفي علقي لي على حسام وسمية وقولي لي كيفاش يديروا اسكو ينقرش عليها في الكوزينه كيفاش يتشرط ما طبيعي ان انت باسكو ماما مش راح يحكوا مساء الخير سمية على حسام شاطر في الكوزينه على بالي راح يسلكها اليوم دقيقه باش تقديو كيما كتشوفوا المارشي عندكم 30 دقيقه باش طيبوا عندكم كل مره طيبونا حاجه مالحه وحاجه حلوه يمسح كل هذا تحت قياده كيما يدير عمر ميلايني المايسترو شيف خديجه جكون خديجه جكون السلام عليكم سلام الشيف سلام مرحبا واش راكي سمية الحمد لله صافا لاباس الحمد لله مرحبا بضيافنا اللي جاونا من باتنا وجاونا من البيض من البيض اليوم رايحين طيبوا لنا اطباق سهلين وفي متناول الجميع عندنا رايحين طيبوا لنا اليوم طاجين زيتون باللحم البقري وطيبوا لنا مادلين لي غوسيت راهم باينين قدامكم فهموكم واش رايحين نديروا رايحين تقضيوا لنا في دقيقه تقضيوا القضيه نحطوه فوق الطاوله شوف اسمحي لي دقيقه انت راح ديري لي مشكل في داري صح الطاجين الزيتون طيبتيه لي ديجا مادلين طيبتيه ديجا جامي تحب المادلين تاكلو عمار برك مت كيفاش زعما قدام مشاهد شنو مادلين مادلين الله الله نحلف بلي ما تزيدش صاي 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 كملي يا روح لا 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 كملي الشاف كملي نروح نشوفوا المقادير واش عندنا باش طيبوا لي في 30 دقيقه 30 دقيقه رايحين طبعا نديروا نديروا على الذوق على الانسجام وعلى القضيان وعلى التنظيم صح. لازم تكون الطابله تاعكم منظمه كيما يحب الخاطر انا هنا نعاونكم وسمية راح تعاونكم انا هنا احمد في الفريق البرتقالي وعمار راح يعاون الفريق الازرق كيما تعودوا معنا بيان سور كي تحتاجوا الشيف بيان سور تقدروا تعيطوا لها في اي دقيقه ايوا وغير تسحقوني راني نجيكم وقت ما حبيتوا راح نجي نعاونكم يعطيكم الصحه بون كوراج ربي يوفق يعطيك الصحه الشيف بارك الله فيك مازال ريحي مادام هاي معوله على الطابليه سعيده سعيده ريحي سعيدة بعيدة وماشينا غالية اللي سعيدة اللي راح تخرجي حزينة لأنه ليكيب تاعي راح تربح سعيدة أنت راح تبقاي سعيدة مع خويا أحمد أيا ما نطولش عليكم عندكم دقيقة دقيقة تاع القضية راكم فاهمين تقضي ديريكتومون كيما تقول سمية عندكم لي بانية هذوك الكحولة باش تقضيو فيهم أنتم قسموا أنت الواحد المارشي تاعو قدامه أنت روح المارشي سي بون راك داخل في حرب خاسرة لا
فعلا يعني هنا زوج ثلاثة يا طب 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 يلا ما تنسى والو لحم بقري تلقاوه في الفريجيدر سومية لحم بقري حسام جيب البصل زروديه تلقاوها تما زيتون بدون نوات الرند والثوم تلقاه تما حسام فلفل الكحل معجون طماطم تلقاوه تما فوق بلون دو ترافاي عندكم الملح المعدنوس للتقديم معدنوس تلقاه تما تحت المادلين تحقوا البيض لافاني ياوغ والخميرة الكيميائية تحقوا تاني الفارينة والزيت تلقاهم تحت بلون دو ترافاي ليم تحقوا تاني من تما الليم والعجينة الشوكولا تلقاوها هنا عند المرجان ومعجون المشماش معجون المشمش فوق البلان دو ترافاي سومية الزربي الوقت معجون المشمش والسكر تقاسموا القضيان جبدوا من الفريجيدر ثاني تلقاو فيه دي زانغريديون سومية تقدري تجي منا وتشوفي على جوج الوقت ويت سيس سانك سانك دروا دروا حبسوا كيما راك حبس جيبي لي زيبيس جيبي حطيها لتم حبس انا لا اقبل انا هكذا سومية جيبي لي زيبيس واسمك سومية وجاي من باتنا تما راحت وجيتي على جالي تما راح تربي ليكيب 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 شوفوا فيها ليكيب هادو نولوا بعد الفاس سي بون حبس حبس بدا بدا ديريكت حبس احمد وين وين نروح بك انا عندكم 30 دقيقه دوكا وكسوسوا انت والمدام سعيده وخويا حسام وسومية حسام وسومية بيان سور باش طيبونا طاجين الزيتون والمادلان مرق احمر اكدوا لي على مرق احمر باسكو درنا ديجا طاجين الزيتون مرقه بيضه جاب لي ربي مرقه حمراء ثاني لا لا درنا مرقه بيضه مرقه بيضه ومادلان فوالا عندنا طاجين الزيتون مرق احمر ومادلان طيبونا قبل ما تبداو بيان سور عمار لازم نقول لهم يلبسوا الطابليه تاعهم تفضلوا حسام وسومية حمد طابليه البسوا الطابليات تاعكم اعقدوهم كي تكونوا يا سلام, يا سلام با على با حسام با وسومية با 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 لبس لها الطابليه واسمحوا لي باينين حنا نربحوا شوفوا شوفوا الرومانسيه راهي عندي انا منا حمد ما شاء الله الله غير اسمح لي خويا حسام شنو هذيك الاغنيه تاع الشاوي وقلبه اعطيني حسام شاوي والله بطل الله ايه ناس بيتنا ربطيلو انت ثاني ناس ناس البيض غلق اللي الباب خلاها تدار مع هذيك الطابليه مسكينه غلق هو حسام اكو واجدين ها واجدين مدامك واجدين ان شاء الله احمد احمد مدامك واجدين سعيدكم واجدين عندكم 30 دقيقه 3 2 1 طب هيا انا نبدا بالرومانسيه احكوا لي قصه الحب تاعكم كيفاش تعرفتوا على بعضاكم هاتوا نعاونكم زواج تقليدي زواج تقليدي ايه كيفاش كيما انت انا احكوا لي علاش شفتوا في بعضاكم زعما والله غير واش راح نقول لك هذه هي تقريبا هي افامي شويه مرت خالي خالتها مرت خالك خالتها ايه شفتها ما شافتها ما في العرس ومنا و قالت لك بالمكتوب قالت لي حكات لي عليها انا كنت خدام قالت لي عيط لي ما قالت لي قالت لي بلي صابت بيعوا لي بلي القرة صرات على جال سومية سومية تقع حكا احكي لي واش من القرة وشنو قالوا لك راهي كاينه وحده بعد داروا عليك ماشي داروا عليا ونقي ومن بعد كتكمل نقية احكي لي حسام هاي شوف فيها تاع قولي لي هاكي تقولي له اسكت 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 بالك تهضر ها جيبي لتما جيبي هنا سومية حسام احكي لي القرة كيفاش القرة والله غير ها احكي لي ربي اللي خطبني ما عندوش خطبتها شغل نهار كي حكات لي عليها زعما انت كي تقولي له واش يهضر هيا صح اه احكي لي نهار اللي قالت لك عليها يماك هات ونشعل لكم حطي هنا شعلي احكي لي حسام نحكوا الخدمه رحت خطبتها اه ومن بعد هي الوقت هذيك كانت صغيره كانت تقرا كانت كان لا كانت صغيره أه؟ كانت في عمرها 20 سنه هذيك اه انا ما فهمتش شغل زدت عاود بقيت نسيتي حتى نديتها اه قال لكم انا نعطوها لك شويه صغيره هكا اه وانا ما فهمتش انت عم بالك داروا عليك اه وانا اخي تعرفي واحد جان صغير ما يعرفش في باتنا البارود البارود يطرطق عند الزويجه بالزويجه واش درت ما
ما درت والو والله غير ما درت والو بقيت شويه ما كاش كيفه لازم نديها لازم بالك نلقى وحده سيرتو هي مع العائله شويه قالوا لي اللي يبيع الباتيسري واسمه في باتنا خدم معك هذوك الايامات كل خميس صباح الخير مساكم صباح الخير خطبتها بالخميس والله غير جيت نخطب في سوميه لا خطبتها بالخميس صح خطبتها حسيت على بالي انا عندي المعلومات ومن بعد كل خميس كيفاش واش درنا قلت لك هي علاه ما بغيتش بقيت ننسيستي هي شغل كي حكيت عليها ما حاجه وزدت كي شفت ما عرفت لا فامي تاعها ومنا هما ناس بلاح معروفين حبيت تناسب ما بغيتش تروح لي بابا بابا وانت احساسك سوميه كيفاش كنتي تقول لهم مانيش صغيره خلاص نقدر ندير الدار ونعرف نطيب لا لا ما كنتش مسؤوله تما ما كنتيش مسؤوله ودوكا شحال عندكم زواج عندها 7 سنين الله يبارك الله يبارك ومن بعد شحال ديتها في عمرها 20 ديتها 26 ست سنين وتتسنى 7 سنين وتتسنى لا لا خطب كي خطبتها قلت لك الوقت هذاك ما عطاوهاليش ايه ومن بعد وليت انا بقيت خدام انا كنت خدام في واحد المنصب هكذا بقيت نستنى استنيت ومن بعد عاودت رجعت خطبتها في 2016 2017 تزوجنا ايه تما قعدت هي ديال راسها في 2010 صارت الكيره ومن بعد 2016 باش ديتها 2016 خطبتها 2017 درنا العرس ايه 7 سنين 7 سنين ايه صاحبي سنين قاعد يستنى حرب 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 هادي حرب يلا نقوا معاها ونعاونوها او ميم طون نكسروا مع بعضنا خويا احمد راك عاجبني سكك تعاون ولو انه خاطيك الكوزينه راك تعاون صافا تنقي قدامنا وشنو هي الحاجه اللي حبتها كلها انت طيبها لك مدام سعيده اي خدم خدم وقول لي احكي لي طاجين زيتون طاجين حلو اه تسمى تاع اليوم تحبوا طاجين زيتون صح الله يبارك ايه زيد طاجين حلو عيط شو طاجين الحلو الطعام الطعام اوه صحة حبس كيما راك هذه لازم تربيها اخويا نشوفوا مع مدام غير تكمل نعطيو لها هكذا هديه قول لي كيفاش عرفت المدام تاعك كيفاش تزوجت بها ديجا او ديبار شحال عندكم زواج 5 سنين الله يبارك ايه راكو جدد راكو بلاكا 80 ايه كيفاش عرفتها ما تحشمش عيط عيط من العائله العائله زوج تقليدي شكون عرفك بها شغل واحد من لا فامي واحد من لا فامي ايه وبعد 5 سنين كيفاش راهي الحياه؟ مليحه الحمد لله الحمد لله اه ما ضام ما بالك واش قال لي؟ سمعتي واش قال لي؟ قلت لك شنو الحياه دار لي مليحه مليحه انا عادي مولفه نطيب في الدار شي غير الوقت كي قالت لي 30 دقيقه شويه بانيكيت تهلا لي في الشيباني تاعي وخلاص بابا 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 كنت هليت له في الشيبانيه بيان سور ندير تا كي تخدم مخدم عطيني واش حاجه اللي خدمها يدير لك زروديه تما دير زروديه لا لا ربي هذا ربي لا 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 شللها 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 راه شرح شللها روح شللها مدام قولي لي اسكو تربيه الاجيال الصغيره ولا الكبيره اصعب ما عندها التدريس في الابتدائي اصعب من السيام والليسي والجامعه ولا العكس الابتدائي هو الاصعب كاع مرحله علاه بس كنت تعامل مع ذلالي صغار براءة فرقة جديدة اصبر نديرك اصبر دير لك هاد الزردية دير دير هنا اصبر ناقص والو كملي لي كملي لي اصبر القصبر اصبر 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 القصبر ايه كملي لي مدام كل ابتدائي هي لاباز انا خلط لك روحي هي لاباز ايه تما منها اللي يطلع الطفل منها اللي يطلع الطفل ايا مليح عروستي انا طيب وثقيلة وعاقلة ماهيش خفيفة ماهيش مقلقة بعد اللي تقريها في شحال من عام تربي في أجيال وتقري ماهيش مقلقة مادام نغلق على الكوكوطة ولا خليها هكا؟ دوك ندير الماء زيدي الماء زيدي الماء مالا غير زيدي الماء زيدي الماء فوالا زيدي الماء باش نشوفوا راني طرشت روحي كاع خويا باش ما تكثرش الماء بزاف فوالا شوف هكا سي بون زيد زيد احمد راك خويا عندك لافونس راك غير تزيد زيد شويه زيد ما يدرك الحب نغلق الكوكوت ها يغلق سي بون كملنا هنايا هذا سمونه هاي ماكا انا سميه كانت طيب وتغني بصح واش كانت تغني وعلى باليش نسمع فيها الدندن واش مداري الدندن في الكوزينه هاكا ما فاكين ندخل الكوزينه واش تغني هيا اليوم واش غنيتي نقصو راهي طافيه روحي واش كنتي تغني واش كنتي تغني دوكا والله لا تهضروا شاويه لا لا ها على في بيتنا كاين اللي يهضروا شويه يهضروا شويه ايه ايه لا ودينا ما يهضروش معنا شويه
تعلمناهاش مليح. ما تعلمتوهاش بيا من عندهم؟ لا انا نعرفها هي ما تهدرهاش. ايه هي هدرنا واش يقولوا انا ومرتي بالشاويه؟ نفهمها بس ما نهدرهاش. نفهمها يعني واش يقولوا؟ يقولوا واش يقولوا هي انا ومرتي؟ اه نشد الطوفينو. نعم؟ نشد الطوفينو. احنا قبيله شويه. ام الطوف. كان معايا الزوج في الكوزينه، حسيتو نقص عليا خدمه بزاف، عاوني برسك هو اللي دار لي طاجين الزيتون. يقولوا بلي زعما الراجل باتني شغل الله يبارك، يعني عندكم ماتكم جدودكم جداتكم وكان شغل يطيبوا هذاك الاكل التقليدي. كاين عندنا اكلات تقليديه عندنا. اسكو يتشرط صعيب في الماكله باش تكسب المعده تاعو الراجل باتني ولا سهله؟ والله غير على حسب على حسب دوكا ماكلة كي تكون دوكا كاينه ماكله تراديسيونال. نتوما تحبوا التشخاطش؟ نحبوا لي ماكله تراديسيونال باينين. اه وكيما نقولوا كل واحد كيفاه دوكا على حساب الذوق نتاعو. اخدم اخدم. انت واش تحب حسام، تحب تقليدي ولا تحب؟ والله غير في زوج، نحب التقليدي. نحب التقليدي ونحب المودرن. اه يا طريف. كيما التقليدي نحب شخشوخه. شخشوخه تعرف دير شخشوخه مليح. شخشوخه دير الوراق تاعها ولا تشريهم؟ اه تخدمها من فضه. لا غير خدمه من فضه. زي عمر واش اسمه؟ موالف نطيب انا مع المدام ساعات هكذا نجي نطيب معاها. عاونتها غسلت لها الماعن، قشرت لها البصله، ربيت لها كيما جبت لها لي زيبيس، قضيت لها. ويعاونك في الكوزينه دائما هكا ولا؟ لا صافا ساعات يعاونك. ساعات؟ وفي رمضان يغلبوا رمضان يدخل هذيك تاع ديري لي هذه وديري لي. لا ربي يسمح له. ما يتقلقش نورمال هو طيب ما يتشرش. كي يتقلق قبل رمضان اسكو رمضان يعطي له اهتمام. قبل رمضان مقلق يعني في حياته هكا عادي؟ ايه. حسام بصح والله غير ماشي مخلق مخلق شغل من الخدمه لابريسيو تاع الخدمه ومن بصح ما خلطش انا الخدمه. ما دخلتش خدمه عاد لابريسيو تاع الخدمه وتاع الدار ما خلطش. كنت شوفوا سميه راهي تقلي وتعاود وشنو اللحم قطعوه صغير، تعرفوا باللي احنا في الوسط نديروا القطعه تاع اللحم كبيره ما نديروهاش صغيره، هذاك حنا نديروه للشوربه صغير. روماركيت عفسه فيك احمد مع المدام تبان بلي مقلق انت، مانيش غلط مدام؟ بيان سور والله بزاف ماشي غير شويه. بزاف مقلق يبان مقلق وباين بلي كيخدم يخدم بلينا. في رمضان يقلقك ولا لا؟ لا صراحه باينه بزاف. يقلقك بزاف؟ بزاف. يا صبر خويا خليها تخدم. اروح منها اروح 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 خلينا من التقلق تاعك. كيفاش يقلقك في رمضان احكي لي؟ صنعي هذه مسوسه ما دي بالك ديريها مسوسه بالك ديريها مالحه في رمضان. اه يا ولو كان ديريها مسوسه ولا مالحه كيفاش؟ ها؟ وشنو؟ لازم مليحه ديرك ما كاينش مسوسه ولا مالحه. لازم مليحه ما كان لا مسوسه ولا مالحه. يا خويا بصح كيفاش ولو كان ولو كان ما طيبهاش مليحه ورا المشكل. ما تقلقش با تبانيك با تبانيك. زبده والو ما تسحقش. حمد مقلق بزاف. شاف كنت نشوف فيك وراني نشوف كبدك. هذا ماشي باش نديرو به، تقدري ديري بالمغرفه. الفارينه تخصك. على بالك كي نسيت حاجه. الفارينه قليله ما دهنتيش. معليش سي با تخو طار. هيا نحينا هذا، زيدي هنايا الفارينه ما طلعتيهش مليح كيما يلزم. معليش سي با غاف، اعطيني المقص. شوفي دوك نعطي لك كيفاش ديري. راني نسيت حاجه. شاف لاباط تاعنا مليحه نو. تخصها شويه فارينه. واش خصها؟ فارينه. زيدي لها. تخصها شويه فارينه. لازم لك واش ديري مدام؟ سيدي احمد يرحم بابك واش راك ديري؟ هذيك باش تعمري المعجون. المعجون راح ديري بالمغرفه. نشفي مدام نشفي باش ما تروح. روح يرحم بابك. شوفي ما نخصك القارص. ريح معايا يرحم بابك. معليش ديري القارص هكا باش تجيك بنينه. مقلق انت بصح. كاين لافاني درتي لافاني. لا كريز. لافاني راح تكون بصح لازم القارص. الوصفه تاعنا فيها القارص. شوفي يلزمك واش ديري تحكمي المارغارين مازال لك الوقت ما تتخلقيش مدام. اعطيها الصحه الشيف دخلت عاونتني. كنت في واحد الوقت ثاني ثم كنت ناسيه الفارينه كانت ناقصه في المادلان. هي كي جات عاونتني قالت لي لازم تزيدي الفارينه. دهني بالمارغارين ديري سكر تجي القارص هكذا باش لو مسيو ماهوش يعاون فيك. لا كريز راهم كريزي جبتو هنا باش يتكالما. الواحد تفضل مسيو احمد باش تعاون. بصح قلع ديرك. هادي لازم تكون انت ومرتك ما لازمش تكون مرتك وحدها. تسمى هنا راح تربح مرتك.
تدي راح تسمى نوتي وك حنا على هذه. الا كانت ربحت مرتك خدمت وحدها راح تربح وحدها. هاك هاني وريت لك كيفاش تدهن. وانت يا مدام ديري الخالص وزيدي الفارينه. شوفي مدام نوري لك معلومه باش تعرفيها. شوفي نخرجوا منها. سيد احمد وريه لي راهو يتضارب مع المارغارين. اروحي منا البوندي طرافاي تاعك مازال وهرده شويه. نعرف غير ناكل ما نعرفش نعاون ولا نطيب. اول اليوم اول مره تعلمت كيفاش ندير زبده في المول. عندك هنا انا نعرف عيني هي ميزاني مي لازم لك زوج في كل غير فارين. لمي كاع هذيك الفارين راكي شاطره. تا كيفاش درتيها ما نعرف. والله درتها مليح. دوقي دوقي البنه شمي شمي الشاب شمي ادري صح ما نعرف فيها ريحه تاع بنه لا 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 نروح نشوف. شمي وشوفي اسكو فيها ريحه. شوفي واش راح ديري مدام على بالك واش راح ديري. اعطيني نشوف دركا نوري لك. شوفي زحمت كملت المارغارينا قاعد تشوف فيا واش ديري هكا كمل عاون. نقي 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 الطرافاي نقي. انا ولدي جامي يدخل الكوزينه جامي مع السبيطار هو مع الخدمه ما يدخلش الكوزينه. المعجون راح ديري بيان سور بهدايا تعمري وديري المعجون الا حصلتي عيطي لي راني هنا عند سميه. المعجون في لاصان ولا ديك غادي نديرو في الوسط. ديري في الوسط هيا ندير نص ومن بعد ندير المعجون. لا لا ديري ومن نديرو المعجون. تحبي ديري النص ديري معجون بالمغرفه تقدري. هي من الاحسن هذا ديري به المعجون. شوف هذا ديري به المعجون داكوغ. نروحو نشوفو الفريق البرتقالي وين وصلو ونشوفو الشطاره تاع منا. ما كان لا تغسل الماعن. شكون اللي يغسل في الماعن؟ ما تغسلوش الماعن. راني نقلي فيه. تخي بيان راكو تقليو. فريقي راهو شاطر. راهي باينه ما فطيب راهي تقليني. شوف فيك. طيابهم انا على حسب ما عرفت ما طيابهم على بالي باللي راح يسلكوها. ما كانش عندي اون ايدي في مامي على بالي راح يطيبوا مليح. عطيني نشوف. تخي بيان شوفي الويت تاعك راهو خلاص يطول باش يروح. تشوفي رقم 8. كي دخلت الشاف باش تشوف الخدمة تاعي وتعطينا نصائح عطات لي عاونتني في قدان حاجة. شافت لي لي مادلان تاعي عطات لي كيفاه ندير لاباط قالت لي ما ديريهاش في لابوش. عاونتني في قدان حاجة. وكل زوج بيضات في المادلان ندير كل بيضة ندير لها زوج مغارف فارينة. هذه قاعدة. مدام تقدري تبداي تعمري ونشوف كيفاش راح تستعملي. جبتي المعجون درتي الخميره. اي الخميره هاهي. حسام انت درت السميوه. انا كنت اي سي بون ريقلتها صاي هاك خلاص ريقلتها. زيد لها شويه باش ما تلصق لكمش. زيد لها شويه. لا لا مدام او بيان هذاك او بيان. ايه لازم باش ما تلصق لكمش مدام. هنا هذه النقطه مهمه بزاف. الخميره نديروها مع الفارينه. لو كان ما نديروهاش مع الفارينه شويه تجيك في بلاصه وبلاصه. لا لا هذه علاش نديروا هذيك لا تكنيك باش ما نلقاوش الحب هذاك تاع ولادك لا ليفور في الفم. لي مادلان ما درتش الخميره مع لافارين مع الاول. كنت خايفه لا ما تجيش متجانسه مع لاباط. مادام درتي الروند في الطنجره تاعك ولا مازال؟ مازال دوكا كي تمرقها دير نورمالمون هكا وغسلي ودي هاي روح ديال لي تايا ديري زوج. نعم عمار نقول لك اليوم احنا راح نخطبوا ندخلوا في كتاب غينيس ان شاء الله. باسكو علاه؟ باسكو السكري تاعنا كملناه والصالي تاعنا كملناه. برافو الفريق الازرق اليوم وكمل. اليوم يعطيك الصحه عمار عاونتنا مليح في الكوزينه. مع عمار اليوم نكملوا. لا لا ما تقلقيش روحك مادام غير هذا باش ديري به اي غلطه. هذا باش ديري به المعجون. واش حبيتي تسقسي؟ دركا عمري هاني جايه. هاني جايه تك سيده. فوالا قولي لنا المعجون كيفاش راح نديروه هنا الشاب. كانت قالت لي كيفاش ديرو وقلت لها معليش حطي هنايا المعجون ومسحي باش ما ينحرقلكش من الفوخ. مسيو امسح لها هادو هكذا. والمعجون تقدري تهبطي بالبواطا قباله. شوفي شوفي خلي شوفي نزيد لهم. اصبري دقيقه اصبري. شوفي هاي ليك لابوات تحكمي وتحطي هكذا. ها اكيد تشوفي هكذا بالعقل بالعقل على خاطر هذا راهو يمشي. كي هنا عندنا هذه الكورني عطيته لك باش تخدمي به.
داكو باش يسهل لك الخدمه. هذا عطيته لكم باش تخدموا به هذه الخدمه. ما تزيدوش جينا من الفوق شاف. عطوني المقص سيلفو بلي مسكو. قص قص يوس هاوليك المقص احمد هاولي. هذا لو كورني ساهل، تقدري تعمري حتى للفوق وديري كيما تقدري. لا لا هكذا شوفي، تحكمي الكورني هكذا تاعك هكذا ها وتزيدي تغطي ولا كيفاش؟ انا دوك ما على باليش، راني وريت لك كيفاش ديري ودوكا كملي هاك. تفضلي سعيده بالمغرب خير كرمالوش هاك شفتي هاك كملي دمي كامل هذيك العجينه وعمري لي مول تاوعك. ما تنسيش السكر من الفوق. نتوما احمد واش راك دير؟ راك تجري بك شغل نور دير مرسلي خويا. لا لا انا مقلق وهي شغل طيبت على حساب على حسابها ما تعرف حساب واش عرفت هذيك هي شغل نورمال. شوفي معجون هكا هكذا زيدوا شويه معجون شويه يخصك شويه شويه قولي بالمغرفه برك المغرفه هذه نورمالمون تعمري فيها عمرناكم باش تعمروا وديروا. معليش سي با خلاص خلي هذه من بعد الشوكولا باش ديري بها هذه لوحه زيدي شويه. معليش روحي ديري كيما تحبي وكيما تعرفي هذاك يكفيك خلاص هاكي زيدي المغرفه غلق عليها وخليها. اذا سحقيتوني عيطولي اوكي. بدنا السكر يا حي معليش خطي خطي مغلقها الصفار ولا خليها تمشي قولي مغلقها الصفار هاي مغلقها الصفار يصفر عندك وين دقيقة 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 مازال هذاك مازال واش درنا السكر نعاودو نديرو الملح صاي 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 احمد صاي حنا كملنا حنا كملنا قطعي الخصبة حنا رانا بقوة شحال بقى الوقت امينة اشعل اشعل راني مشعل بقاو ثلاث دقايق ميم با ثلاث دقايق نقي نقي هادو ما حطيهم مازلنا دقيقتين سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ريح مارك ارفد يديك كمل ارفد مليح ارفد طلع هكا نروحوا فاصل ونعاودوا اليوم مع الشاب نشوفوا شكون يطيب خير الحق وقت البنة والنقطة
سعيدة. نشكركم بزاف على استضافتنا. نشكروا بزاف عماد. عماد ايه معليش. عمار عمار. وعيشة. عمار الشيف خديجة. سمية. شكرا حبيبي. نشكركم بزاف. ربي يحفظك. والحصة جازت تخفيف ظريف. ربي يحفظك. الحاجة. نشكركم كاع على ولاد. ربي يحفظك. بارك الله فيكم. يبارك فيك. الله يحفظكم. مش مهم خاطر وربح، المهم الجماعة. ربي يحفظك. تلاقينا. المهم تلاقينا ونتعارفوا. ربي يطول في عمرك إن شاء الله. والطاقم هذا بارك الله فيه الله يحفظه. خرج المدام تاعك شويه راك ماك مخسر خويا. ديها تحوس. مدام راها تقريها كل يوم خشة وخارجة. لا لا ملكوت قالوا عندك. يعطيك الصحة. الله يحفظكم الله يحفظكم ويسكركم. ربي يحفظك. ميرسي بوكو. شكرا. مبروك عليكم الفريقين ونقول لكم ربي يهنيكم ويدوم هناكم ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله ربي يدوم هناكم لي دو ويدوم هنا المتفرجين اللي يشاهدوا فينا. يعطيكم الصحة. نلقاو بكم الحلقة الجاية ان شاء الله. تبقاو خير وصحة وعافية وسلام وبزاف دراهم إن شاء الله. سلام. قادين زيتون ولا أروع. سلام.